من المسائل أيضا من كان في شيء، من كان في شيء من جوارح وضوئه شيء من الجبائر أو نحوها، من كان في شيء من جوارح وضوئه شيء من الجبائر أو نحوها، بما أن هذا بأن هذه الجبيرة أو هذا الشيء الذي سلفه يمنع وصول الماء إلى العضو، هو لديه جرح أو لديه كسر مثلا ووضع جبيرة، هذا الجبيرة أكيد أن ماذا ستمنع ماذا وصول الماء إلى أين؟ إلى العضو الذي هو به الجرح. ما أن هذه الجبيرة وهذا الشيء يمنع وصول الماء إلى العضو ويخشى الضرر بزواله في نفس الوقت، يمنع وصول الماء إلى العضو وفي نفس الوقت يخشى الضرر بماذا؟ بزوال هذه الجبيرة. الحكم فيها نفس الخلاف المتقدم، قيل يتوضأ للأعضاء الصحيحة ويمسح ماذا على الجبيرة، قيل يتوضأ للأعضاء الصحيحة أما الجبيرة يمسح عليها. وهذا روي عن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه أنه انكسر أحد زنديه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر فقال نعم. علي بن أبي طالب انكسر أحد زنديه ووضع جبيرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يمسح على الجبيرة؟ قال له نعم، فدله على ماذا؟ فأقره في ماذا؟ في مسألة المسح على الجبيرة. ومن العلماء من قال هذا الشخص يتيمم فقط، وأيضا من العلماء قال هذا الشخص يتوضأ ويتيمم معا، ولكن كما قلنا الدليل واضح في مسألة ماذا؟ أنه يتوضأ ويمسح على الجبيرة. نعم.